لم يتركوا للشعب شيئا، لم يسرقوا الملح والغاز والبترول والذهب فقط، بل سرقوا منا حتى التراب، سرقوا منا تراب الوطن بالمجان، والآن يحتجون على التوظيف معاليم على سرقاتهم ولم يسددوا ما فاتهم، وقد نصبت لهم بعض برامج الولولة والعويل على منصات الإعلام والإعلام المأجورين، مثلا منجم رمال السيليس في الوسلاتية تستغله شركة إيطالية وتقوم بتجفيف الرمال وتصديرها إلى إيطاليا، لها خطية ديوانية بثلاثين مليار دينار غير خالصة، ورغم ذلك تواصل الاستغلال العشوائي في غياب المراقب والرقيب والمحاسب والحسيب. رزق البليك. كذلك الشركة الإيطالية كانت تستغل الرمل التونسي بالمجان بتواطؤ من أجهزة فاسدة بالدولة، وهددت بمغادرة تونس بعد فرض معاليم مالية عليه، وبعض أبواق المافيا الإعلامية تحولت لمنبر نحيب لها. ريح السد يهز ما يرد إن شاء الله.